طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. نضبط حركة السلاح، والسلاح يكون مربوط بمجمله من الدولة وكل النشاطات، ليس فقط السلاح، المقرات، وبدأنا بالتنفيذ. صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسية بسهل نينوى. لم أتوقع بأن تصدر عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تجاهي تحديداً باعتبار ما قدمناه للشعب العراقي. قلنا لكم عمي لا توقفون قبالنا. بويا هنا البطل، بويا بويا وشوف الفوق. كل من يقول لك الحشد ينحل لا تصدق، حتى لو رئيس الوزراء. قالت قيادة العمليات المشتركة أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر إلغاء جميع تصاريح الطيران في الأجواء العراقية والخاصة بالطيران الأجنبي. طبعا يأتي ذلك بعد يومين على التفجير الذي استهدف معسكرا تابعا لإحدى الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. طبعا يقع هذا المعسكر جنوبي العاصمة بغداد. أبرز التساؤلات في هذه الحلقة: هل يستطيع رئيس الحكومة منع الطيران الأمريكي والإيراني في الأجواء العراقية بعد هذا القرار؟ هل بمقدور الحكومة إيقاف الهجمات الصهيونية إن صحت على قواعد ومخازن للأسلحة تابعة لإيران؟ هذا إذا صحت الروايات بأن الكيان الصهيوني هو من يقوم بضرب هذه المخازن والقواعد العسكرية. لماذا لا يقوم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بإخراج جميع مخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحشد خارج العاصمة بغداد وخارج المدن السكنية؟ أليس من واجب الحكومة حماية أمن وسلامة المواطن العراقي؟ لماذا الحكومة تسمح بجعل الأراضي العراقية ساحة حرب لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية على حساب حياة المواطن العراقي؟ لماذا هذه الميليشيات تستهين بحياة العراقيين من خلال وضعها لمخازن أسلحة أغلبها تعتبر مخازن أسلحة إيرانية؟ لماذا لا تتحدث الحكومة عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الانفجارات؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين من خلال مشاركتكم في هذه الحلقة. يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. طبعا بيان قيادة العمليات المشتركة الذي صدر عصر اليوم الخميس عقب اجتماع حضره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي طبعا لم يفصل ما إذا كان المقصود من إلغاء التصاريح يشمل مقاتلات التحالف الدولي أم غيرها، أوضح بأن رئيس الوزراء وبصفته القائد العام للقوات المسلحة ألغى كافة موافقات الطيران السابقة العراقية وغير العراقية، سواء كانت متعلقة بالاستطلاع أو الاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية والمسيرة بجميع أنواعها. وأكد بأن عبد المهدي حصر منح تصاريح الطيران بموافقته أو من يخوله بشكل أصولي، كما جاء في بيان العمليات المشتركة. طبعا رئيس الحكومة وجه كذلك بحسب البيان بإجراء تحقيق شامل بحادثة قاعدة الصقر، وأوضح في الوقت نفسه بأن وجود المعسكرات ومخازن السلاح دون الحصول على موافقات كما جاء في البيان يعد أمرا غير نظامي، وسيتم التعامل معه وفقا للقانون والنظام كما جاء في البيان. اعتبر كذلك بأن أي حركة للطيران بخلاف ذلك سيتم التعامل معها على أنها طائرات معادية من قبل الدفاعات الجوية بشكل فوري.
هذا كذلك يطرح تساؤل، هل بإمكان الحكومة التصدي لطائرات أجنبية وهل هي جادة بالفعل بهذا الشيء؟ بعدين أصبح العراق ممرا لطائرات إيرانية وأمريكية وطائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2014. طبعا قيادة العمليات المشتركة بيّنت بأن عادل عبد المهدي أوعز باستكمال الخطط اللازمة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة للجيش والشرطة والحشد وغيرها خارج المدن، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التحدث عن هذا الأمر من قبل رئيس الوزراء ومن قبل الحكومة، ولكن كل فترة نسمع بانفجار لمخازن الأسلحة. الحكومة أو الأطراف الحكومية يقولون بأنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهناك كذلك من يتحدث من داخل الحكومة بأنه تم القصف بطائرات إما أمريكية أو بطائرات من قبل الكيان الصهيوني. كذلك يعني قبل نهاية الشهر كما جاء في البيان، قبل نهاية هذا الشهر الحالي على أساس أنه سوف يتم إجلاء جميع المخازن. كذلك وجه بالمباشرة بتعويض المتضررين من التفجير، وبحسب طبعا خبراء بالشأن العراقي تحدثوا لصحيفة العربي الجديد بأن البيان بحاجة إلى توضيح وتفصيل بشأن إلغاء تصاريح وموافقات الطيران في أجوائه، لأن العراق أو الحكومة العراقية منحت تراخيص مفتوحة للتحالف الدولي الذي يتكون من عدة دول لها كما ذكرنا في البداية، مشاركة جوية قتالية في العراق، وأيضا منح تراخيص في 2016 لروسيا وقبلها لإيران. هذا الأمر حول العراق لجسر جوي يتم تقديم من خلاله مساعدات عسكرية لنظام الأسد لقمع الشعب السوري. من المراقبين للشأن العراقي كذلك اعتبروا بيان الحكومة قد يكون محاولة للإفلات من ضغط الميليشيات وقوة سياسية عليها حول موضوع السيادة على الأجواء العراقي. أضافوا بأن مقومات أو أدوات فرض السيادة غير متوفرة بالوقت الحالي للعراق من ناحية تقنية، فهو لا يملك حتى الآن منظومة رصد أو استشعار مبكر للطيران، ويعتمد على الجانب الأمريكي منذ سنوات في هذه المهمة. دعونا نشاهد مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أظهر هروب العائلات في منطقة أبو تشير في العاصمة بغداد من منازلها بسبب الانفجارات التي حدثت في قاعدة الصقر بسبب وجود صواريخ وأسلحة داخل هذه القاعدة، وهو كما أشرنا أنه يتبع لإحدى الميليشيات المتصلة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني. دعونا نشاهد هذا المقطع. باعوا العوائل شلون نسبة من بيوتها؟ وين الحكومة العراقية؟ وين الحكومة العراقية اللي تفوق المليارات؟ وينها؟ فتيجي تشوف العالم شو مكبوس، وباع العالم، باع العالم شو طلعت، عافة بيوته ونزمة. باع اخواني الانفجارات، تسمع الانفجارات اخواني، باع الحكومة، باع الاطلال، باع شو اللي تشوف، باعوا عايزين عوائلهم. باع اخوان العالم شو قامت تنزل من ابو تشير. اسمع الانفجارات. وين الحكومه العراقيه؟ خلي تجي تشوف هسه الحكومه العراقيه، خلي تباوع. حكومه ساقطه. لعنة الله عليك حكومه. حسبي الله ونعم الوكيل، انا لله وانا اليه راجعون. يعني انقلب العيد مأساة على أهالي هذه المنطقة، منطقة أبو تشير والدورة وكذلك العاصمة بغداد، لأنه صواريخ طائرت على الكثير من المناطق. وهذا التفجير ليس الأول، يعني كان هناك تفجيرات عديدة شهدتها العاصمة بغداد بسبب المخازن اللي موضوعة بين بيوت الناس وبين الناس الأبرياء المواطنين، الجماعة جايبين أسلحة مخليها بين البيوت ومعرضين الناس
للخطر. معنا اتصال ابو علي من بغداد، تفضل ابو علي. ابو علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو علي، اليوم رئيس الحكومه يعني قال لك انه قرر الغاء جميع تصاريح الطيران في الاجواء العراقيه والخاصه بالطيران الاجنبي، زين هو اذا احنا افترضنا بحسب الروايات المتداوله من داخل الحكومه ومن خارج الحكومه وبحسب صحف عالميه وكذلك حتى الصهيونيه بان يعني هذا القصف اللي صار اخر مره في بغداد واللي قبله في امرلي تم بطائرات من قبل الكيان الصهيوني، يعني هل هذا القرار سوف يوقف هذه الطائرات؟ هل سوف يمنع هذه الطائرات من قصف هذه الاماكن؟ اخي انا اول شيء اريد اوضح لك في الموضوع. تفضل. هذا الانفجار اللي صار، نعم، هذا مكان لتصنيع صواريخ الكاتيوشا. انا كنت اعمل سابقا، نعم، مع هذه الجهه اللي هي لواء 14 كتائب سيد الشهداء. عندهم مصنع لصناعة صواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى مذاخر خاصة بالحشد وليس للشرطة الاتحادية. وهذا القرار يعني إحنا تعبنا من هذه المهزلة، يعني كل يوم يا هاي المهزلة، كل يوم يا هاي المهزلة، ودعم للميليشيات ودعم للميليشيات. يعني أول شيء هم ما عندهم فد رخصة من الدولة أو رخصة من أي جهة على مود يصنعون هيك صواريخ يوم منطقة سكنية. عرفت شلون عزيزي؟ نعم. بالإضافة إلى هواي أكو حتى سجن سري داخل معسكر الصقر، أكو سجن يتعاملون بها. أنا شخصياً كنت أداوم وياهم، وقعت أداوم 3 سنوات، وأنا همينة انسجنت هناك بقاعة الصقر بسبب أنه أنا إعلامي همينة وأحكي بهاي المواضيع. يعني أنت كنت ضمن هيئة الإعلام التابعة لميليشيات الحشد؟ لا، أنا كنت أعمل بمكان، نعم، تمام، بس أنا صاحب همينة صفحة إعلامية كنت أنشر وسجناني وانحكمت، يعني فترة قمت بالتعذيب، قاموا تعذيبي وجميع أساليب التعذيب. زين أبو علي ماشي، نعم، بالإضافة إلى أكو إيرانيين كانوا يصورون. هو أريد أسألك يعني، نعم، اللي يقوم بالتصنيع هل يعقل، نعم، بأنه يعني الحشد يصنع صواريخ كاتيوشا؟ نعم. من اللي صنعها بالضبط؟ صواريخ كاتيوشا، نعم، بمساعدة خبراء إيرانيين. وحتى عندي الموقع مال الانفجار اللي صار بالجملون الكبير اللي هي الباب الثاني مال معسكر الصقر، من تدخل أول جملون على إيدك اليمين، نعم، هذا هو مركز لتصنيع صواريخ الكاتيوشا وتحوير السيارات على مود يخلون عليها مال الراجمة اللي احنا نصيح لها بالعامية راجمة، اللي هو صاروخ 107. نعم. زين شنو الهدف من صنع هذه الصواريخ برأيك؟ عزيزي، هم دي يصنعون هذا الشيء دي يخلون كدس للأساس، بمساعدة خبراء، نعم، من إيران. عرفت علي شلون عزيزي؟ نعم. يعني هم يصنعون هذه الصواريخ حتى، نعم، إيران خاف يصير عليها حرب، دافع يعني أو تقصف أماكن ومواقع أمريكية من ذاك المكان لو شنو؟ نعم نعم، هي هذه الخطة، هذه الخطة تكون عندهم. أخاف ينقطع طريق الإمداد من إيران، لأن تعرف إحنا كل إسلاحنا من إيران، نعم، تمام، أخاف يصير قطع إمداد أو شيء. هم عندهم يعني صنع متكامل، أدوات متكاملة، يعني يستخدمون صنع محلي اللي هي هاي الصحن، إحنا خارطة وزني مال حديد، ما حديد دي يصنعون بها. أنا شخصيا كنت هناك وكنت مشرف على هذا العمل، عرفت علي شلون؟ بالإضافة عندي صور وعندي أدلة بهذا الشيء. نعم. عرفت علي شلون عزيزي؟ إذا عندك صور وإذا عندك مقاطع أرسل لنا إياهن على الواتساب. إن شاء الله. أنا هم إنه أتمنى إنه هم أشارك ببرنامجك أخي العزيز، أكو هواي أمور. نعم. زين أريد أسألك أبو علي، أريد أسألك، نعم، الحكومة تدري بهذا المكان يتم تصنيع هذه الصواريخ؟ نعم، شرطة الاتحادية مقرها بصف، نعم، الصف هذا يعني الاتحادية اللي هي جزء من أساس الدولة. نعم طبعاً، أكيد من المعقول. يعني حجي ما يقدر يحشون وياهم؟ حجي ممنوع يحشي وياهم، يعني إحنا كنا ندخل أبو الشرطة الاتحادية يتفتش، إحنا ما نتفتش، نطب مباشرة بعجلاتنا. عرفت شلون عزيزي؟ نعم نعم. أنا أشكر. نعم تفضل. بالإضافة إنه أنا سجنوني مديرية أمن الحشد، تمام، اللي هي عندهم سجون سريه بمنطقه الحويش سامره، طبقوا علينا جميع
أساليب التعذيب، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين مشرفين على التحقيق وكانوا يصورونه. نعم. عرفت شلون عزيزي؟ حتى يعني الله لا يراويك الناس اللي هناك صار بيها. زين. أنا كوني المساجين هناك منين؟ نعم. أكيد أنت بالسجن تعرفت على ناس هناك من يا مناطق؟ من الموصل. نعم. من الرمادي. أنا الله نقذني وطلعت أنا شيعي. أحكي لك الصراحة. حياك الله. حياك الله. نعم. الله يسلمك. أنا اللي نقذني واللي ستر عليه وطلعني لأن أنا شيعي. نعم. وطبعا هو الفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين لهذا الموضوع يعني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني من الموصل ومن الرمادي لي من. نعم. معتقلهم هم لواء 14. حد مو لواء 14. نعم. واحنا كنا مديريه امن الحشد بصدر القناه السجن. نعم. اول شيء انا كنت مقر لواء 14. نعم. بعدين الى مديريه امن الحشد بصدر القناه كانوا عندنا ناس يعني حتى اكو شخصيات معروفه تمام كانوا مزيونه ويانا من الاخوان مثل ما نقول احنا ابناء العامه يعني من الاخوان السن. نعم. عرفت شلون عزيزي؟ نعم. بالاضافه الى يعني انجبر احكي شيء انا ما مسوي واني انحكمت بالشغلات انا ما مسويها. تعال انت. نعم. توقع وتبصم غصبا عليك وهواي عالم على اساس ان هم داعش جرائم داعش ما داعش. نعم. حكموا على هذا الاساس. اعمار المسجونين يعني تراوحون اكو بهم اطفال كبار بالسن. نعم. 16-17 وما فوق. اكو كبار بالسن؟ اكو اثنين كبار بالسن، اكو واحد مات عندنا بالسجن مال صدر القناة. نعم. عرفت علي شلون عزيزي؟ منين هذا؟ من يا منطقة؟ نعم. من يا منطقة كان؟ لو ما تعرف. من البعاج، منطقة البعاج. ها من منطقة البعاج، نعم. اي نعم، من منطقة البعاج. اي. اي. بالإضافة إلى يعني اكو إذا دريتوا بسالفة شارع فلسطين اللي صارت مع العصائب. نعم. هذا جابوا الضباط يعني ضباط دولة تعتقلهم ميليشيات ويحققون ياهم ويعذبون بيهم. هاي ما صايرة بقانون أي دولة. ميليشيات تعتقل رجل دولة وتحقق وياه، اعتقلوا مقدم واعتقلوا جماعة الفواج الطوارئ اللي بشارع فلسطين. عرفت شلون عزيزي؟ ليش اعتقلوا؟ بتهمة شنو؟ تهمة انه انت ليش ضربت العصائب وليش طبقت القانون على العصائب. ها. عرفت. نعم. عليه شلون؟ هاي قبل فترة اذا سمعت بها قبل سنتين. نعم. يعني حسب. إيه. تقديراتك انت ما جيت بالسجن ابو علي ايش قد. نعم. تقريبا السجناء اللي تقول عليهم سجن القناه؟ نعم. ايش قد عددهم تقريبا؟ عددهم كانت القاعه اللي يقولون عليها هاي مال دواعش يعني سحولها. نعم. هم. اي. ما يقارب 12 او 13 نفر هاي. قاعه واحده. نعم. صغيره كلش. اي. وبالاضافه الى بعد اكو قاعات يعني تتراوح عندهم محاجر ما محاجر يعني احنا بالتشميس احنا يطلعون يشمسونه. نعم. يعني بيهم بالمئتين 250 نفر. اكو عالم ها ممنوع تراسل اهلك، ممنوع اذا كنت سني ممنوع تراسل اهلك، كل شيء منع عنك. نعم. اذا كنت شيعي لا كل شيء يسهل لك. تمام عزيزي. طبعا ذولا معتقلين لا مذكره قضائيه ولا محالين الى القضاء. ابدا. انا اعتقلوني بدون مذكره قضائيه بدون امر قضائي. نعم. اعتقلوني واخذوني ورا فتره صعدوني للمحكمه وانحكمت كانما دوله ما اخذتني. ها محكمه الحشد. نعم. محكمه لهم خاصه. محكمه خاصه القاضي اسمه جبار وعندي اسامي محققين لهناك. نعم. جبار شنو لقبه او؟ نعم. تتذكر شنو لقبه جبار القاضي؟ هو اسمه جبار. هو اسمه. نعم. جبار يعني قاضي بعد المحكمه المركزيه اللي هي صايره على القناة محكمة. نعم. المركزية محكمة سيد حمد الله القاضي جبار المختص بقضايا الحشد قاضي تحقيق. نعم. زين. وكانت اللي حكمتني قاضية يعني قضاة يحكمون قضاة جنح قضاة جنايات يصعدوا محاكم مركزية تصعد نظامي. عرفت عليشون عندي مختبس حكوم. نعم. نظامي يعني مختبس حكوم حكمة ثاني بس أخذوني بدون أمر قضائي. ها زين. أبو علي أساليب الانتهاكات بهذا السجن التابع للحشد. ها الانتهاكات أكو يعني تعذيب. أساليب. نعم. يعني واحد ما يقدر يحكي بيها يعني يعذبون يعني إنسان عنده بالذكر ماله يحيرون شي يسوون كهرباء كل مكان كهرباء. عرفت شلون عزيزي؟ نعم. يعني أنا ما خلوا شي ما سووا بيها يعني حتى صار بيها صرع من وراء التعذيب والكتل وكل ذني الأمور الأساليب اللي سووها بيها. نعم.
ايه عرفت شلون عزيزي؟ ومن غير اكو هواي امور يعني الكهرباء اكثر شيء ادون بها العالم. نعم. يعني وتعذيب ما حتى بالتلفزيون ما شفت مثلها، بحيث انا وصلت مرحله تبريت من ملتي. عرفت علي شلون عزيزي؟ بسبب هاي اللي شفته. وهم من عندي وبيه، مو تقول غربه. نعم. يعني قسم منهم ولد عمي، يعني اعرفهم حق المعرفه. هم اللي عذبوني، هم اللي سووا بي هذا الشيء كله. زين انت التهمه مالتك يعني انه انت كنت يعني مثلا تنشر على صفحتك تتحدث؟ نعم لو شو نعم التهمه مالتي ايه. التهمه مالتي كانت افشاء اسرار دوله. يعني افشاء اسرار دوله واني بالميليشيات، زي الميليشيات دوله هي لان حكم على هيك ماده. نعم صح لا لا. الحمد لله على سلامتك ابو علي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يخليك. حياك ابو علي من بغداد. الله كان الله معنا. اشكركم واشكر جهودكم. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. هذا واجبنا. الله يسلمك. اشكرك. ابو عمر من السليمانيه معنا. تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. شنو رايك بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالغاء جميع تصاريح الطيران في الاجواء العراقيه؟ والله دكتور عمر الصراحة كل من يصدق بهذولة بصريح العبارة يعني تقول لك عليه يعني حسن يسمع أقول يروح بدول الغبي. لا بس هو هو التساؤل يعني إحنا نطرحها اليوم. ماشي هذا كذاب. هم ماشي ماشي أبو عمر. مو هو القرار إذا مثلا بحجة واضحة أو سبب حتى يقنع الناس. يعني هي إذا جتي طائرة على ارتفاع 35 ألف قدم لو 40 ألف قدم وضربت هذا المعسكر أو ذاك، فهو هذا الأمر رح يعني أول شيء أنه أنت مو بقرار حتى تمنع طيران العدو، مو بقرار أنت لازم تكون عندك دفاعات، وقبلها لازم أنت تكشف الحقيقة للناس وللرأي العام. وهو قبل مدة قصيرة في لقاء تلفزيوني تحدث بأنه الأمر مو قصف على موضوع آمرلي، أنه الأمر مو قصف، نفى هذا الأمر. دكتور عمر زين شنو هذا القرار؟ يعني ايش راح يسوي مثلا؟ ايش راح يغير وهو فاتح الأجواء للطيران الروسي والطيران الإيراني والأمريكي وغيره؟ اي تفضل دكتور عمر يخليك الله يعطيني مجال. تفضل. هذا القرار كأنه زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل. نعم. لإرضاء عيون الميليشيات هي جماعته هم منه وبي. نعم. وما المفعلة يقدر يسيطر على الأجواء العراقية لا هو ولا أكبر رتبة بالعراق موجودة ولا عنده قوة عسكرية ولا الأجواء العراقية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال الغرب إلى أقصى الشرق كلها بيد الامريكان، والاسرائيلي يطب ويقصف المكان اللي يريده، خلاص الاسرائيلي تعمل تحلت، قال لك انا تعلمت بعد طول الضربه الاولى مع عسكر امرلي والضربه الثانيه مع عسكر اشرف وانا احييهم رغم انه اعدائي محتلين بلدي فلسطين القدس، لكن اقول عاشت ايديكم، ابدا تقصرون لا الامريكي ولا الاسرائيلي. نعم. 231 جثه هاي الاخيره ولا شريف عشان يطلع طلع عن القهر عليها ولا واحد فيهم شريف ولا طلع واحد باكر اسمع بالخطبه بالمرجعيه مالت هذول المتحدثين يتحدثون بها ما يجيب لانك انت بصريح العباره السنه وقعوا بورطه و16 سنه لحد ما يعرفون على شنو ينقتلون، ينقتلون على عقيده دينيه ولا ما تنقتلون انتم على مود وطنيه وقوميه وحزبيه والكلاوات، عنده دين يقتلك دين هو ما يريدك، هو ما يريدك، ادواته كثيره بالعراق. انا اقولها انت ما تشوف الخطبه شوف يتحدث على ذول اليوم مثل واحد ما لا بالقران المجيد فلا تصير عنده غيره، بل بالعكس هو يحيي سرا هم يحيون قتل اهل السنه. انا اقولها اما هذه القرارات اللي تطلع كلها كذب كذب، الاجواء العراقيه بيد الامريكان وبيد الاسرائيلي. لا حد يبيع كلاوات براس الناس ويصدق هذا وذاك. نعم. كنت ما يحدون ولا يرفضون دكتور عمر. نعم. اقولها بصريح العباره وانا احييهم واقول لهم عاشت ايديكم. زين عاشت امريكا عاشت ترامب. زين رايك؟ نعم رايك. ماشي يا ابو عمر ما هي الامريكان هم اللي جابوا لنا
هل جابونا هالشخصيات وهم اللي هدموا البلد وهم حامين العملية السياسية بالعراق وهم اللي جلبوا المآسي إلى البلد؟ شو نعول على الأمريكان؟ شو نعول على الأمريكان؟ يعني الأمريكان مثلا يعني حابين العراق، هم لو عندهم ذرة من الصدقية بأمرهم ما كان ضيعوا البلد ويا ذولا وحلوا الجيش. بس لحظة واحدة. نعم. بس لحظة واحدة. تفضل. اسمح لي بس لحظة واحدة واروح. يبالا. تفضل. احنا عندنا قرآن وسنة، بالقرآن يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فكيف احنا نجي ناخذ جريرة ترامب أبو أوباما الخبيث وجورج بوش العراقي؟ نفس الشيء. هم سياسة واحدة. من الأربعة. نعم. هم سياسة واحدة أبو عمر. أبو عمر. خامنئي من 79 هو وأخوه المقبور في نار جهنم خميني موجودين بالحكم، فأنت ما يترك سياسة هذا على ذاك، أنت تغيرت السياسة واحدة. السياسة الأمريكية معروفة. كلهم بالباص واحد. واحد يرفع وواحد يكبس والخطة ماشية. علي وعليك. أنا أشكرك أبو عمر. أبو عمر من السليمانية كان معنا، أشكرك. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم، كيف حالك استاذ عمر؟ اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك، تفضل. تحيي لك وتحيي القناه، تحيي كادر القناه، تحيي المتصلين ابو عمر من السليمانيه ومن بغداد. بالنسبه لقرار عادل عبد المهدي، هو اصلا العراق هو فاقد السياده من 2003، لا يوجد حكومه اصلا. هي هذه هي عصابات. بالنسبه للكيان الصهيوني وامريكا تقصف يوميا بالعراق، ولا احد ولا يفك حلقه، لا هو لا خامنئي ولا هذا بالعراق لا يوجد دوله اصلا. بالنسبه لقرار هذا، قرار عبد المجيد، لا له فاعليه. ما هو الا واحد ميليشياوي، وهو لولا امريكا لما جاء هذا ابو العدس وهذا الميليشيات، وهي امريكا هي التي جابت هذه الميليشيات الخامنئي والقذائف هذه بالعراق التي ارتكبت هذه الجرائم في الشعب العراقي. والوضع بالعراق يعني لا يوجد سياده للعراق نهائيا. وتحيه لك. شكرا ابو فيصل من السعوديه كان معنا. اتصال ابو علي من واسط. تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شكرا لقناه الرافدين على ايصال اصوات العراقيين. حياك الله. تفضل. حقيقه اخي بالنسبه لعادل عبد المهدي، يعني شنو القرار اللي عادل عبد المهدي؟ نعم. قرار انسحاب الحشد من المنطقه الغربيه اللي بعد ما نفذ، ولا اللي يقول الطيران، يعني شنو هو سيح الطيران من اجواء العراق؟ يعني انت ما تدري، يعني من كنت انت، يعني هذا القرار اللي ايقاف جميع الرحلات، يعني اكو كانت رحلات. لا طبعا هو بالمناسبه ابو علي، يعني هو هنا يقصد فيه الطيران العسكري، يعني ما تطير مثلا طياره تابعه للجيش مقاتلة أو هليكوبتر إلا بأمر من عادل عبد المهدي، وهذا أمر غريب. يعني هذا كأنه دا يقول إنه إحدى الطائرات التابعة للجيش هي اللي ضربت هذا المعسكر أو المخزن الأسلحة. أما بالنسبة للأجنبي فهو حكومته والحكومة اللي قبله مطية موافقات وفاتحة الأجواء للتحالف الدولي بقيادات الولايات المتحدة الأمريكية ولروسيا ولإيران. يعني شيء يمنع حتى يمنع. نعم. أو هو أساساً يعني مع حب وتقدير لتسمية كلمة الجيش العراقي، اللي اليوم هو جيش حزبي وطائي، ماكو جيش عراقي. أولاً هم لا يأتمون بأمرة قائد العام القوات المسلحة، هو رجل ما عنده سيطرة حتى يؤمر الآن، ما عنده سيطرة الرجل. يعني هذا الأمر صدر أنه ما حيطير. طيب أنت يعني قبل إصدار هذا الأمر، يعني أنت كنت كقائد عن القوات المسلحة، أنت لو اللي قبلك كنت مخليها مسافر دحك، الواحد يطير، روسيا تطير وأمريكا تطير وإيران تطير وسوريا تطير، لعد شنو كنتم؟ شلون كنتم دولة؟ شلون أنت قائد عام القوات المسلحة؟ فأساسا بالقرارات هذا جاي اليوم يصدره، هو يوم أنه يكشف حقيقة الموجودين حاليا اللي يسمون بين قوسين دولة، وهم أساسا سلطة حرامي. عندنا ما عندنا سيادة على هذا البلد. طيب أنت كقائد عام القوات المسلحة ما تدري أكو أسلحة مخزنة داخل المدن؟ نعم. شلون قائد عام القوات المسلحة؟ ما عندك وزير الدفاع؟ ساعة وزير الدفاع شلون
هذه المخازن الموجوده في في في, في بين بيوت الاهالي. نعم. هاي على اساس على اساس صار لهم ايش قال يتحدثون اشهر صار لهم اشهر ب ب باخراج هذه المخازن خارج المدن، واليوم يتحدث بانه والله اعطينا مهله لنهايه الشهر. شنو المهلات الاوليه سويت انت ايش حصلت من حتى اليوم انت؟ مو قال هو تنزع اسلحه الميليشيا؟ من اللي نزع اسلحته؟ من اللي سلم اسلحته لما يسمى اليوم اخي كريم؟ اكو تصريح البهاء الاعرجي. نعم. جديد اعتقد هي اسمها جديد جديد الجديد الكويتيه، يقول انه عندنا صواريخ. شوف شلون يعني شلون يتباهون، يعني الدوله احد يعترف باعتراف علني وما حد يعاقبه. يقول احنا نعترف انه عندنا صواريخ ايران خليتها بالعراق كامانه. نعم هو على تويتر كتب انه هذه الأسلحة هي أمانة لدولة جارة اللي ضربتها دولة استعمارية. نعم. حاسب اليوم وزير الدفاع اللي هو أساسا ما موجود، اللي هو قائد العام هو اللي ما أخذها منه. أنت تدري بهذه الأمانة؟ أنا أقول لك ما يدري. إذا أنت ما تدري شنو أنت من رئيس وزراء، رئيس سلطة تنفيذية. فإذا الأخي الكريم اليوم القرارات هذه يعني بصراحة يعني مع احترامي لكم من نناقشها نضحك على أسنا. نقول إنه إحنا اليوم ما عدنا سلطة، ما عدنا رئاسة، ما عدنا دولة. يعني الله يعين على هذا العايش بين حرامية ناس، يعني هم هو إن كانوا هم هذا. يعني كل هذا طبعاً كل ما نحكي بالبرنامج هذا وبرنامج المنبر نقول هم وين كانوا حتى اليوم يحكموننا؟ أنتوا كلكم تدرون تاريخهم الأسود. يوم تدري هذه الصورة قاعد تطلع على الشاشة الآن، يعني اكو حد يرضى بيها؟ بس احنا والله نعتب على صناديق الاقتراع اللي الناس دلت ارواحها حد، ونفس يعني مع احترامي لكم نفس الشيء كله ترجع مره ثانيه. على اساس انه صارت اول ما تشيع الاسلامي بعدين مستقل وانطوه شو اسمه وانطوه القياده الان. ابو علي هي الانتخابات الانتخابات وان صحت يعني بحسب ارقامهم هي 18% اللي شاركوا، وبعدين الجماعة رفعوها سووها أكثر من 40%. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا اتصال. سعد من هولندا، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا طبعا أشكر البرنامج على توصيل آراء المشاهدين، وأحب أطرح صوتي بهالموضوع. تفضل سعد. انقطع الاتصال مع سعد من هولندا. إذن مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، وحول قرار رئيس الحكومة بمنع الطيران في الأجواء العراقية إلا بأمر من رئيس الحكومة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا خبراء عراقيون تحدثوا بأن الحكومة بحاجة أيضا إلى تفصيل في ذكر عبارة الطيران العراقي وغير العراقي، فهل يقصد بذلك طيران الفصائل المسلحة، طيران ضمن الحشد الشعبي، أو البشمركة، أو أطراف أخرى غير معلومة خارج الجيش العراقي؟ بالفعل تساؤل يعني مشروع. طبعا يوم الاثنين الماضي قبل 3 أيام تحدث مسؤول في جهاز الشرطة بأن مستودع للسلاح والذخيرة يتبع لميليشيا كتائب سيد الشهداء أحد الفصائل المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر،
جنوبي العاصمة بغداد كما قلنا قاعدة الصقر، تعرض لسلسلة انفجارات كما شفنا في مقاطع عدة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال شاشة الرافدين، طبعا أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 29 شخص بحسب وزارة الصحة، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة في المقر وبمنازل مجاورة وكذلك منازل بعيدة عن منطقة أبو تشير في الدورة. وشفنا بالمقطع اللي عرضناه قبل شوية، يعني هذا الأمر سبب هلع وخوف لدى العوائل العراقية مع الأسف في أيام عيد الأضحى المبارك، دفعت هذه العوائل بالخروج إلى خارج المنازل وكأن هناك حرب قامت في تلك المنطقة، وكما شاهدنا في المقطع وطبعا مستمرون بعرض هذه الصور من خلال شاشة الرافدين. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك إلى قناة الشريف. يا هلا بك. أستاذ إذا ما يصير زحمة ممكن أكمل الفكرة مالتي رجاء لا تقطعها. ما قاطعها أنا، وين قاطعها؟ تفضلي. لا وأنت ليش اللي تقول شكرا أم عبد الله. لا إحنا عندنا وقت أم عبد الله أرجوك، يعني لا يعتبر المتصل. يعني كلهم يأتون. اسمحي لي بس اسمحي لي. أنت ليش معصبة علي اليوم؟ أم عبد الله. أم عبد الله. يلا كل عام وأنتم بخير. أنت وأنت بخير الله يسلمك. أنت متصلة دائما بالبرنامج وأهلا وسهلا بيك، نطش ثلاث دقائق أربعة نوبات توصل إلى خمسة، بس إحنا هم عندنا متصلين آخرين وعندنا كذلك موضوع أردنا كمله. تفضلي تفضلي وادخلي بالبرنامج. تفضلي. أبو عمر صيح لقلبي لأنه قال يعيش ترام، ويعني معناه تعيش إسرائيل وتعيش إيران. نعم يعني إحنا ما وافقنا على كلامه بس هو رأي الشخص رأيه. وإذا المفروض نعم. على قناتكم ما ينعرض هيك شيء. أم عبد الله 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 حتى الصورة تكون واضحة عندك وعند المشاهد. المتصل يتصل إلى رأيه تمام؟ إحنا إذا هناك تجاوز نقول له هذا تجاوز، إذا رأي مخالف للواقع أو إحنا عندنا يعني تجارب وليس تجربة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي دمرت العراق، هم نوضح له الأمر، بس مو معناه أنه نقمع إحنا المتصل. تفضلي. أستاذ اسمح لي، يعني طبعا اللي ساهم في تدمير العراق نبين هي أمريكا وإسرائيل وإيران. نعم. بالإضافة إلى هذا أنه الدول العربية أيضا ساهمت في تدمير العراق، يقول لك خلي ندمر العراق ويصير ضعيف العراق وسوريا واليمن حتى نأمن موقفنا من إيران، خاصة دول الخليج، وهذا الوضع اللي نشوفه بالنسبة للسعودية وبالنسبة لأمريكا الجسوة بالسعودية وقاعدة تخمط بيهم من الأموال. نعم. وبالنسبة للدول زين هسه ماشي احنا خلينا بالموضوع. إيه بس هو السبب ماشي. هذا اللي احنا بنعيشه أستاذ. نعم. هو السبب اللي خلى العراق يعني شيء ضعيف، كل الدول تخمط بالعراق، يعني هذا من صار القرار، قرار المنع، يعني منو راح يلتزم به؟ تلتزم به أمريكا ولا تلتزم به تركيا اللي تضرب الشمال العراق على الإرهابيين الأكراد، ولا الإيرانيين، ولا الطائرات التجسسية، ولا الدول الأخرى، يعني ماكو هذا قرار، هذا مو قرار حازم اللي يقوم به رئيس وزراء. المفروض اكو ماده اقدر اشتغل، اقدر اشتري منظومات دفاعيه، اقدر احافظ على سماء العراق. هسه هو بدال ما يشتري منظومه دفاعيه دخل يطلع لنا الاسلحه اللي موجوده ببغداد ويخلص الناس من هذه المصايب اللي كل فتره ينفجر مقار ويقول لك لا بسبب ارتفاع درجات الحراره والناس تتكتل وبيوت تتهدم والناس تنهزم. هسه بطلنا ما نريد منظومه دفاعيه، خلي يطلع الاسلحه من العاصمه بغداد. نعم. اصبح العراق مخزن للاسلحه الايرانيه. نعم. هاي خليها في وقت الحاجه من يصير اعتداء على ايران اكو من يقوم بعمليات الدفاع عن ايران وعن مصالح ايران وضد المصالح الامريكيه براس العراقيين. قتلوا السنه هسه بدأوا على الشيعه، المناطق الشيعية اللي مكدسين فيها الأسلحة هذا تنفجر
من بين قتل الشعب العراقي الشيعي والسني بس هو شنو النان اللي يقاب؟ انه راح نعوض، راح نعوض زين. يعني انت من تعوض زين يوم الاول يوم العيد اللي عدمه 31 شاب مغدور زين، اشو ما قال نزل رئيس الوزراء الى المكان الحادث وقال انه انا اريد اعرف منو هذول راسا كفنوهم؟ وجمعيه الزهراء هي اللي تبنت. ولم يتحدث رئيس الحكومه بهذا الامر مطلقا. انا اشكر اشو عبد الله من بغداد كانت معنا. معنا ام حيدر من صلاح الدين، تفضل يا ام حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يعني أهني قناة تفاصيلين وأهني الكادر مالها في مناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. وانت بألف خير. حبيب قلبي. صحة وسلامة إن شاء الله. يبارك فيك يسلمك عمري يبارك فيك. الله يسلمك. بالنسبة عني عندي مفقودين، ابن زوجي وابن أخوي اليوم صار 5 سنوات. خطفوهم حزب الله. اليوم 5 سنوات اخواننا تحرير المنطقة. زين تحرير المنطقة اللي يحرر ياخذ يبيع النساء وياخذ الرجال. يطيحونا اليوم 5 سنوات ما نعرف مصير اولادنا وين. ومع ذلك من تاريخ 8/3/2015 لسنتها من البصرة لحد الشرقاط ما خليت مكان ما دورت فيه. يقولوا لي روحي على اخذوا ولدكم. من اخذ اليابا؟ اخذوا حزب الله. حزب الله منين دخلونا اذا ما تدخلتهم علينا؟ نعم. أم حيدر منين خطفوهم؟ منين خطفوهم؟ من يا منطقة؟ لا أستاذ مو صلاح الدين، منطقة يسموها منطقة الناعمة جنان الدور. نعم. من على طريق الدور احنا تهجرنا. نعم. ودخلونا تحرير المنطقة قرينا الرايات مالاتهم، تقرا رايات كتائب حزب الله. نعم. نعمة حالك من اخوهم اليوم 5 سنوات اللي هذول الاطفال اللي الحدث مالي في 98 واللي 97 اطفالي والباقي اخوهم اخوه ابني زوجي اليوم 5 سنوات ما عرف مصيره وين. دورت ما خليت وكل هذا يطلع الحنفيسي قبل شويه يقول هاي مو طائفيه. زين الطائفيه شو اسوي استاذ؟ هم لما ياخذوهم ويقتلون فيهم وعندهم هويات يقول لك مجهول الهويه. زين شلون مجهول الهويه؟ هو عنده هويه. هو انت وين راحت؟ خذوا الهويه وقتلوا ما قالوا تعالوا دول المفقودين. اكو جثث ترى مهجور عليها ومحطوطه بفلان مكان بكربلاء او بابل. اللي عنده مفقود يجي يشوف هاي الجثث حتى نقدر نشوف نتعرف على الجثث اذا عندنا اولادنا موجودين هم ناخذه. وان الله ما موجودين هم نخلي عنا بعين الله. اليوم 5 سنوات بسلعتهم الكاع غير راحوا تبخروا تناشد الحكومة. قلت الحكومة أنا ما أقدر. زي الحكومة أنت لما ما تقدرين تسوين شارة للشعب العراقي اطلع من هاي الحكومة وسلميها غيرك. خلي غيرك يستلم وخلي تربنا في المنزل يقوم بواجبنا. الشعب العراقي داح دحنا احنا وين نترجونا؟ أنا هسه في غرفتي 11 نفر أستاذ وأطفال والنساء وين أوديهم؟ ليش أعيشهم؟ لا حكومة صارت علي ولا حكومة ساعدتني ولا حكومة مدورة على ابن زوجي ولا حكومة مطلت لي كرتون العزبي. اشتغل بيزنس منظفة وعيش الايتام. زين هم قاعدين يتفرجون وقت الانتخابات يجون تعالوا انتخبونا وننتخبهم ما يطلع واحد فيهم شريف يضغط الشعب العراقي. مو شريف قال ادخلكم بالظلم عني مع امريكا ما سوت فينا ما صدرت ما سواها الأشياء الحكومة العراقية. داعش ما سوت فينا مثل ما سوت الحكومة العراقية. الحكومة العراقية حاطة ايدها في ايران ومشاركة ويا ايران وعملاء ايران ويخافون من ايران. وانا اعتب على البرلمان السنة اللي هم يخافون على مناصبهم. وما شفت واحد طلع وطالب بالمفقودين عدا اللي طلعوا خالد المفرجي واحمد المساري ولعتهم على راسي. دائما يطلعون يبالغون باولادنا وبالاولاد الباقين البرلمان يخافون على المناصب مالتهم حتى لا ينطردون. ليش قاعدين على شنو انتم؟ لما ما تقدرون عليها اطلعوا منها سلموها لغيركم. خلي ناس تستلمها تشوف الشعب العراقي تشوف هاي الابطال اللي تلتمت.
زين وين نروح احنا الثاني؟ وين كل شيء احنا؟ اليوم 5 سنوات انا ضايعه انا والثاني. حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومه، حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومه، واقول حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومه وعلى محمد الحلفوسي اللي دافع لايران ودافع لامريكا وما دافع للشعب العراقي. ليش؟ وين نروح احنا؟ اذا احنا مو عراقيين او مو مسلمين خلي يطلعونا هويات تطلع خارج العراق، يفتحوا لنا المجال حتى ناخذ اطفالنا ونطلع، واذا احنا عراقيين يدورون على اولادنا ويشوفون مصيرهم ويصار، ليش؟ شنو السبب اللي عنده فشي قدموه محكمه، المحكمه تخرج راحه، ما عنده شيء يطلعوه يروح يرجع لعائلته تطيحونه. بالضبط. نساء واطفال وشيوخ وكراب الامراني اللي حاكي بعمري 55 سنه، انا ضايعه واني مقيمه لاطفالي واطفال ابني وبناتي وما عندي بس رحمه الله. نعم. الله يعينك ام حيدر. الله يعينك ام حيدر. هذا 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 واجبنا، هذا واجبنا ام حيدر، هذا واجبنا. الله يعينك ان شاء الله ان يفرج عن كل بريء. نعم. ادعيكم بطولة العمر. الله يسلمك. الله يحفظكم. القناة الشرقية والكادر ان شاء الله، وبارك الله فيكم. مشكور حبيب قلبي ومع السلامة. مع السلامة ام حيدر، مع السلامة. مأساة. مأساة أم حيدر ومثيلاتها كثر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول قرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمنع تحليق الطيران العراقي في الأجواء العراقية وغير العراقي إلا بالرجوع إليه وبموافقة من لديه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.